معنا عبر الهاتف الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر. أستاذة سوسن، بعد التحية المقفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد آل صباح أمير دولة الكويت الشقيق الراحل، له مكانة خاصة في قلوب البحرينيين وكل العرب، كيف تصفين حجم هذه المحبة الكبيرة للأمير الراحل في قلوب الجميع؟ أمسي عليك بالخير وعلى جميع المشاهدين، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجركم، عظم الله أجر البحرين قيادة وشعبا، عظم الله أجر الكويت قيادة وشعبا وأسرة آل صباح، وتعظيم الأجر لجميع أهل الخليج والعرب والأمة الإسلامية. كان الراحل له مكانة خاصة ودور كبير في وحدة الصف العربي الخليجي الإسلامي، لعب أدوار إنسانية وأدوار الوساطة والتحكيم والمنطق والحكمة والموضوعية، رجل من الرعيل الأول من المؤسسين سواء كان مجلس التعاون ولا الدولة الحديثة في الكويت، تقلد عدة مناصب وكان فيها يعني لاعبا رئيسيا، لم يكن على الهامش أبدا رغم صغر دولة الكويت، لكنها كانت كبيرة بحكامها، كبيرة بشعبها، بمواقفها، بدورها الإنساني. يعني لم يلقب أمير الإنسانية من فراغ، إنما نتيجة هذه اليد الممتدة دائما وأبدا لكل مستغيث سواء كان في الخليج ولا كان في الأمة العربية ولا الإسلامية، كانت الكويت دائما سباقة في فعل الخير وفي فعل الوساطة لكل خلاف واختلاف تقرب وجهات النظر. كان الراحل عزيز بشكل خاص على قلوب البحرينيين لمواقفه، لم يتأخر أبدا عن دعم البحرين، مثل ما كانت البحرين أيضا سباقة في دعم الكويت في وقت الحاجة، أيام الغزو، أيام وحتى أيام التحرير كانت البحرين دائما مع الكويت، لأن نحن شعب واحد، يعني عدا عن صلة القرابة بين العائلتين الحاكمتين كريمتين في الكويت والبحرين، هناك شعب يتربطه روابط صلة الرحم وروابط المحبة والمصير المشترك. الكويت والبحرين علاقة خاصة تمثلت أيضا في هذه العلاقة الحميمية بين الراحل وبين الله يطول في عمره ويحفظه سمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء. ما يمر رمضان إلا رئيس الوزراء يتفطر مع الشيخ صباح دائما، كانت هذه عادة حميدة لم تنقطع أبدا. وما لطبيعة العلاقة بين الاثنين تتخطى الرسميات وتتخطى العلاقة ما بين رئيس وزراء وما بين أمير دولة شقيقة، كانت في علاقة خاصة بين الاثنين يتفاهمون حتى بالنظرات. يعني فهذه المكانة اللي تربط الكويت وأمير الراحل فينا لن ننساها أبدا. نعم، لن ننساها، سيبقى في قلوبنا خالدا، ونسأل الله أن يلهم الكويت وأهلها ولنا أيضا الصبر والسلوان. نعم، شكرا لك الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر، شكرا على هذه المداخلة.